والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نفتتح مجلس السيد والسيد هاشم السيد أحمد الرفاعي منتدى الصوفي في دولة الكويت منطقة الشامية الكويتية. اللهم سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وذات سواد جميع الأنبياء. ونبي موضوعنا احنا ما عندنا غير السيد الدسوقي الحجازي الرمضاني. سيدي الحجازي صح معايا ايه الحكاية؟ بسألك مولانا في كلمة يكررها السادات الصوفية قدس الله سرهم، يقولون احنا بالاعتاب، لماذا الصوفية كلها يعني كلهم مو منزلين قدرهم، كلهم يحاولوا يعني يكونوا في السيف سايد، يعني يكونوا هم علماء وكبارية ويحاولوا يكونوا يعني بالأدب، يقولوا احنا بالاعتاب. على داره ايوه الصمت عندهم ولا تسبقهم في الإجابة، فهم الدين من الوقار والأدب اللي بينهم وبين لجنة باب أمير الأنبياء ومن يفوز بحبيب الله يأتمن. زين ليش الصوفية خاصة الواسيد والرفاعي وغيرهم الوزناء عندهم بوسة الإيد؟ أنت الصوفية مركزين على العيد. لحظة سيدي هاني ليش تبوسون الأيادي؟ لحظة يا سيدي الطويريش وسيدي هاني. يبوسون الأيدي مش الأيادي. أيوه. الأيدي الجارحة. أيوه. إنما الأيادي هي العطاء. فالأيدي تشمل معنى. لأنهم أطهار. سيدي هاني. أي نعم الصوت. فهم أطهار فبيبوسوا إيديهم. وبيبوسوا أعتابهم كما. أنا شفنا يعني كبار الناس كانوا بيبوسوا عتبة سيدنا الحسين. مدد مدد. الشيخ عبد الحليم كان بيعمل محمود شيخ الأزهر صديق الوالد. تقبل لي أنا صالح. وكان يطلع ويطلع سيدنا الحسين يروح على سيدنا الدربي. جيب دينارين زيادة حق داخل. دينارين حق داخل زيادة. لحظة خلونا بالموضوع الجوهري. نقول الصوفية يقبلون الاعتاب والايادي يا سيدي القناوي. الصوفية ادب يقبلوا الاعتاب والايادي. انت مولانا قبلت يد البكري شيخك؟ سيدي شيخك الطيار شيخك الراجحي قبلت يدهم؟ طبعا كل شيخنا اللي نعرفه واللي ما نعرفه. يعني ليش الصوفية لما يقبل ايدهم يسحب ايده؟ هو سبب حياته الباقية، سبب الحياة الباقية الشيخ، انما الوالد سبب الحياة الثانية. ويجوز تقبيل ايد الوالد وايد العالم الصغير للشيخ المربي. نقطة ثالثة مولانا، الصوفية تميزت الوحيدة اللي في عندهم شيخات. كنت تقول الشيخ رجب قريناه بكتاب الطبقات الطعمي. الشيخ رجب الشيخ السيوطي. الله. وسموه مرة والله الله يرحمه البصير عبد الرزاق البصير. قال أنا اللي معلماني شيخة من عائلة الشمالي. الله ما الحلويات. هي اللي حفظته القرآن. يعني. والطبيب الدكتور احمد نعينه كان يقول حفظت القران. ام السعد كفيفه وزوجها كفيفه. كانت جارتنا. الله. والله كانت جارتنا. الشيخ ام السعد عالمه في القراءات العشر. كانت تقول لي اللي شهرها نعينه. الله سعد على الطبيب القارئ المسلم. قال هي اللي علمتنا القراءات. جاء المزروعي راح جابها من مصر. فقالوا لها تسكن الفنادق، قالت مش هسكن اللي عندي قناتنا المصريه دي. والله قالت لها ما امن احد يحميني ويوضيني غير كده. ام الاولاد. والله جد دوله الكويت؟ جارتنا بقول لك في السكن بتاعنا الشاميه. ايه ما رضتش تروح شيخ ام السعد علمت القراءات وما رضتش تروح الفنادق ولا غيره. انا قلت لها كنت يا ما ذكر القراءات. قلت لها ابن السميفع والقراء الشواذ. قالت انا متخصصه في القراءات العشر. وحية ترزق؟ هي نزلت مصر. سلام قبل لي الشيخ. وقالت انا عايزه ابو مهدي. قلت لها ورائك اولاد
حتى جالها الشيخ عبد الله ابو مهدي ابو مجدي والله الطيبات والطيبين الله العظيم. تزوجت مين هي؟ تزوجت مين؟ ما رضتش هو رضى، هو كان عايز يتزوجها يعني. مين؟ الشيخ عبد السلام حبوس الله يرحمه. هذا كان قاعد في مسجد اللي ارض المعارج، ما كانش يخلي حد يبوس، كان هو اللي يبوس. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه مناما وبات ما مش عايز كتله حد فجأة. دينارين عندك والله دينارين عظيم. ان الدكتور احمد الربعي الله يرحمه ويحسن اليه دينار قال له تعالى تتعالج بره على حسابنا في كذا، قال له لا تبي خمسه ما رضى. لا اخي سبحة حبيبي توفوا في شهر واحد بيت اللي الفوضى هدى بعد مني. اي واحد منهم متوفى بمستشفى ثنيان ثنيان الغانم، رحنا مع الوالد 2000. لا اسمها دعية مال مسجد الميلم اللي كان فيها السيد حامد مكة الجمعة. مكة الجمعة لا هو واحد ما كان امام مسجد الميلم. الميلم ما هو اخوه محمد. ها محمد انما الثاني عبد السلام. تبي خردة؟ عبد السلام. لا سبع محمد عبد السلام دينار مولانا. من العجائب مره اسمع محمد كنا بنتكلمه حبوس اسمع يا قناوي لا تخليني اجيب لك العصايه. كنا بنتكلمه عند الاخ فيصل المجاوي الله يرحمه الله يرحمه. فبنقوله ان الانسان اذا توفي في ارض اسلاميه بلد اسلاميه يدفن فيه. قام هو قال لا يا جماعه اشهدكم لما انا توفيت عايز اندفن جنب ابويا واهلي. يشاء له ربنا ان هو يدفن هنا هو وابوه. الله وين؟ ها؟ في الصديبخات. الكويت. في الصديبخات. توفى بنفس اليوم؟ لا انا بقول لك هو كنا بيحكي في مره في ديوانيه المقاهوي وقال انا عايز اندفن في بلدنا عند ابويا وابوه. قام شاء له ربنا ان هو يدفن هنا. واخوه دفن هنا مع فارق الزمن في الوقت يعني. مولانا النقطه الرابعه النقطه الرابعه انتوا الصوفيه والصوفيات ما تبحثوا عن المناسب والكراسي ليش؟ لان هو مش للدنيا والدنيا يعني المال والجاه ما تدوروا ليش؟ شنو السبب؟ صفات الصوفيه الزهد ان همك مش في الارض همك في حته ثانيه. ليش؟ منزلتها اعلى والاخره خير. بس هو الحجازي كله يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يقول ما يحب العبد البطل ان الله لا يحب العبد البطل. البطل ايه لا هو ورد انت تسال واحترام من مالك الملك مالك كل شيء. سيدي هاني ابو سيدك ان الرجل يكبر في عيني فاذا رايته فارغا من العمل سقط من عيني. كلام الفاروق رضي الله عنه. النقطه الخامسه مولانا الصوفية أشوفكم ما تقصروا دشاديشكم ولا كلكم تطلقوا اللحى ليش؟ يعني تهتمون بالجوهر ما تهتمون بالمظهر. نعم. ليش؟ أغلب الصوفية حليقين هو وما عندهم شنب وزقرتية وحلوين. هو الحديث إن الرجل إذا أطال الثياب رياء أو تفاخرا ما حد يمشي. ليه في الحديث قال ايه؟ قال ثلاثة لا يدخلون الجنة. يعني ايه لا يدخلون الجنة؟ يعني ابتداء مع الداخلي. مين هم؟ اولا الملك الكذاب الشيخ الثاني، بعدين الثالث اللي اختلفوا فيه بعد الثيب الرجل الثيب الزانية المنفق المنان والثيب الزانية الشيخ الزاني شيخ يعني الكبير في السن. دعمتني شيخا ولست بشيخ وانما الشيخ من يدب دبيبه يعني يمشي الهويه. يعني خلاص عمره زين. النقطه السادسه مولانا اغلب الصوفيه يخشوا بالخلوات، يعني الطائفه الوحيده اللي هي تحب الخلوات الطائفه الصوفيه ليش؟ اولا اللي انشا الخلوات هو صلاح الدين الايوبي الله اعلم وفرض لها الجرايا والرواتب لأصحابه على الفقهاء وعلى الصوفية لأنه
حول المسجد الازهر الى مسجد سني. نعم. يعني هو ان بناه صلاح الدين اسمه جوهر الصقلي. جوهر الصقلي يخدم المذهب الفاطمي. ايوه. يا ان شاء الله ربنا انه يكون لذلك الجماعه يكرهوني على صلاح الدين. الله يقول عليه خراب الدين. المهم فهذه الخلوات هي اجمع للفكر وكانوا بيجتمعوا فيها للفكر وبعيدا عن الدنيا وعن مشاكل الدنيا. سيد مولانا السابعة الله خليك احنا جايين نقعد مع بعض. لا لا بس خلي خدمك سيد تحولها مدرسة. الصوفية يتهموكم مولانا يقول لكم انتم عايشين على المكاشفات. مو هاي يقولون انتم عايشين على المكاشفات مولانا. خلي انت ولا تغض مولانا يقول انتم عايشين على المكاشفات. فين ارباب الكشف؟ كبروا في التراب. النقطة الثامنة مولانا او السابعة يقولون ان الصوفية يتحاشون الحاكم يعني ما يحتكون فيه. طبعا. ليش؟ اهل الدنيا لا يخلو اي حكم من ظلم. لا يخلو. وهم بيجتمعوا بالاذقياء والصالحين مش الظالمين يعني. النقطة الثامنة يقول لك الصوفية انتم من اهل التسليم. اتذكر ايام الواد سيد يوسف الرفاعي يقول يا عم يعقوب ذلي انا بسافر. امرني شيخي يعني مسلمين لمشايخهم. لحظه سيدي هان ابو سيدي ليش تسلمون لمشايخكم بالحياه الدنيا؟ كما تسلم نفسك لقائد السياره وانت ما تعرفش تسوق. نعم. النقطه العاشره مولانا بعض الصوفيه يشربوا شيشه وسجاير. ليش؟ يشربوا شيشه وسجاير. هي حشيش بيشربوا الحشيش ولا الشيش؟ الشيشة دي كانت في بلد كانت مخصصة لزراعتها في المماليك اسمها بيشة. يمكن هي موجودة للآن. بيشة بلد الحشيش. وأوسين بلد البرزيل. أوسين أوسين تبع المنظمة؟ لا أوسين صح. وبعدين النقطة ال 11 مولانا انتم عندكم الصوفية الاستغفال يعني ماشيين بالتسليم والاستغفال يعني تشوفوا اللي قدامكم انتم احسن منا تعملوا نفسكم اقل منا. يقول السيد احمد الرفاعي ما انت ما الشيخ علي تلمت على ايده يعني الشيخ طريق الرفاعي. صحيح الواحد لازم يغلط نفسه في الله وانه يتهاون للكبار والامثال العربية بتقول اذا تشابه عليك اخوك فهل وأن يحسن الظن بالآخرين ويرفق ويلاطف ضعفاء المسلمين. 13 مولانا لاحظت الصوفية ما عندهم وحشة من المرأة حتى الواد سيد زرع بسفراته يولى الحريم يبوس راسه يبوس ايده يعني ما في ما عندهم شغلة الجنس يعني اي يعني ما عندهم الشهوة. لا الإنسان إذا كان يتحكم في عواطفه ويوزعها ازاي يجتمع التوقير مع الجنس؟ احنا ما شفنا الكلام ده اللي يمشي يعني احنا كنا نبص على ايه شفنا والله حتى لو نعلهم نبص لكن جه جيل بدا ال 14 مولانا الصوفيه يتهموكم ان انتم سقط عنكم التكليف. اعوذ بالله. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وهم ملوك. هل قصرتوا بالفرائض؟ الواحد مقصر بيقول كلا لما يقضي ما امره. يعني الانسان لو بيصلي الاوقات ما بيضيعش منها دقيقه واحده ما مش هيوفي بما ربنا طلبه. نعم نعم ولا بنعمه واحده. كلا لما يقضي ما امره. وبذلك الانسان لما يجي زي المسيح ما بيقول الدنيا دي املأها بالطاعة العمر اللي انت واخده ده وعاء املأه بقى باللي الستعش مولانا السبحة. شوف هاي مثلا السبحة فيها كذا عداد انتوا الصوفية يعني نساء ورجال متمسكين بالسبح سلاحكم يعني جنيد البغدادي قال انا ليش ماسك السبحة شيخ ابو قاسمي قال طريق وصلت فيه الى الله
ونديها لسيدي حمدي. لماذا انتم تمسكتوا بالسبحه مولانا؟ ال17 مولانا يا عم خلاص كف على ابو سيدك. الصوفيه انتم مركزين على اوراد ذكر الله صلت على النبي اكثر من القران صحيح؟ لا ما حد يقصر، ما حد يقصر، انما هو الوقت يقسم على ذلك. يعني مثلا الصلاه على الرسول والاستغفار، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد 100 مره او اكثر من 100 مره في الاستغفار. كويس ليه؟ لانه لما نزل قوله تعالى واذا جاء نصر الله والفتح لم اراني الله ايه، اراني الله في امتي ايه، اذا قراتها اكثرت من الاستغفار اذا جاء نصر الله والفتح. فقال ابو بكر فديناك بابائنا وامهاتنا، فعرفت ان اول ما وصلنا الى معناه هو الصدق، لان معناه اذا جاء نصر الله والفتح مولانا. الثمنتعش الصوفية يقولون ان انتو كل واحد متخذ له شيخ، ما تتخذون كذا شيخ، يعني الطريقة الرفاعية ما يكلم الطريقة الدسوقية الشاذلية الدرقاوية العلاوية النقشبندية التجانية، يعني ما تجتمعوا مع بعضكم العيدروسية الثقافية الكفتارية البوطي المرغني، يعني كل واحد ما أخذ البرهانية، كل واحد شيخ وما يحب انه مريدين يروحوا للشيخ ثاني صحيح؟ ما هي من الغيرة العلمية، إنما الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها. اللي بعده مولانا الصوفية شكرا خلنا نستفيد من علمك. يقولوا أنكم أنتم بالأزهر كنتوا يعني تتكاتفوا لنصرة الصوفية فقط صحيح؟ لنصر الصوفية؟ إيه يعني لماذا؟ هم أهل الله دول المشغولين بذكر الله، والملائكة فيهم نوع المهيمون لا يعلمون إلا الذكر، ما لهم شيء غير كذا. فإذا كان الصوفية يمثلون هذا النوع من الملائكة. الأخيرة مولانا العنزي، ذيك اليوم أخونا محسن نواف سليمان العنزي يقول الصوفية اللي بجيبك مولك، يقول هذه الشغله خلت الناس ينفرون منها، يقول الناس يبون المال ويبون الجاه ويبون وظائف، يقول انتم كل شيء مولكم مولنا مولنا، يقول ليش كذي يعني تجردتوا بالمره؟ يعني ما بقي لما السيده عائشه قالت ذهب كلها الا كتفها، بقي كلها الا كتفها، ليه؟ لان كتفها اللي حياته الصدق هو اللي بقيل اللي صدقوا به هو اللي بقي هو اللي بقي. والاخيره مولانا ان انتم تؤمنون ان انتم الطائفه، كان الوالد يقول يا ابني خالد الطائفه الصوفيه هي الطائفه الناجيه. مليون معلوم الوعد عند السيده فاطمه الزهراء الا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. يعني تعتبروا نفسكم ان انتم الفئه الناجيه. ويقول لك الايه عن المرء لا يغرنك من المرء قميص رفعه او ازار فوق كعب الشاك رفعه ولد الدرهم فانظر غيه او ورعه. ولد الدرهم فانظر غيه او ورعه. فالصوفي زاهد يعني الدنيا لا تؤثر على قلبه لكنها في يديه. نعم وليست في قلبه. وليست في قلبه. والمنامات تؤمنون فيها ايمان قوي؟ الرؤى تصدق وريش. حتى مع الكاس دلوقتي الملك مش راها اي نعم الملك راى رؤيا، سيدنا يوسف راى رؤيا، والمسجونين راى راح رفيق الجمعيه يجيب سندوتشات بارده وبيبسي. راح رفيق الجمعيه يجيب بارده. هاني زين مولانا بالنهايه سندوتشات بارده وبيتزا وثلاث دنانير بيبسي مولانا. انت بالنهايه شنو طريقتك الصوفيه؟ والله الحمد لله احنا من صغرنا كنا مع الرفاعيه، ولما شفنا الطريقه الاحمديه الغربيه من بلادنا مشينا فيها، ولكن ما نعد نمثل اقلومه الظفر ولا الشروه. الاحمديه البدويه؟
وسيد الحريبي تقول انت رفاعي مصر. وجنبنا سيد مدد. يا شباب في بالنهاية حب بدي يحب بإضافة انتقاد مدح للصوفية. ومجدي قاعدنا نطري الصوفية ونمدحهم، انتو شنو؟